لقد سوف أحاول أن لا أطيل، إن زميلي أستاذ أبو الحسن نبعني في كثير من النقاط. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لقد عملت الجمعية المغربية للتواصل الصحي منذ تأسيسها في شتنبر 2010 على تنظيم مؤتمرات بصفة منتظمة من أجل تقييم عملها وإشعاع وظيفتها المهنية والخدماتية. وقد نظم المؤتمر الأول في مدينة الرباط يوم 18 أكتوبر 2014 بعنوان تدريس العلوم الصحية بين اللغة تحت إشراف السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي. وقد شمل المؤتمر بعد الجلسة الافتتاحية على ورشتين، الأولى حول المجلة الصحية الحصيلة والأفاق، والثانية حول موضوع تدريس الطب بأية لغة. وكان من مميزات هذا المؤتمر طرح إشكالية تدريس العلوم والطب على الصعيد الوطني والرسمي. الصور سبقا شهدت. ثانيا، حضور قوي لجميع مكونات المهن الصحة بالمغرب، وحضور قوي كذلك ومشاركة فعالة للعنصر الطلابي في المؤتمر والورشات، والنجاح الملفت للورشة التفاعلية، وإشعاع وتبني مشاركة فعالة مغاربية وعربية للمشروع. كما أصدر المؤتمر توصيات مهمة وعملية للخبراء في الميدان ومتابعتها بعد المؤتمر وإيصالها للجهات المختصة. أما المؤتمر الثاني الوطني والمغاربي الأول للجمعية فقد نظم في مدينة الدار البيضاء تحت عنوان التربية العلاجية تكوين ومهنية يومي 24 و 25 أكتوبر 2015 بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء تحت إشراف وزير الصحة وبشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء والجمعية المغربية للفحص بالصدى والتسكو. وقد تناولت العروض مختلف أشكال ومظاهر التربية العلاجية في الممارسة اليومية لمهنية الصحة وأهميتها في التكفل بالمرضى خصوصا حامل الأمراض المزمنة. كما تم الإعلان على إعلان البيضاء حول النفاذ إلى التربية العلاجية والداعي خصوصا للإسراع بإحداث مقررات تكوينية ودورات تدريبية في كل مؤسسات التكوين الصحي، وكذا إحداث مصالح مختصة للتربية العلاجية، وكذا استعمال اللغة الوطنية في برامج التربية العلاجية. أما المؤتمر الثالث للجمعية المغربية للتواصل الصحي فقد استقبلته كلية الطب والصيدلة بفاس يومي 4 و5 يونيو 2016 تحت عنوان الإعلام الصحي استثمار مربح تحت إشراف السيد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي ركز على دور الإعلام في التوعية الصحية للمواطن ودور اللغة الوطنية في نجاح التكوين والعلاج. وتميز هذا المؤتمر بمشاركة متميزة لأساتذة وأطباء ومهني الصحة من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، والأطباء المسؤولين عن قطاع الإعلام والتواصل بوزارة الصحة، وكذا صحفيين وطلبة من المعهد العالي للصحافة والإعلام. وكان من محاور هذا المؤتمر الإعلام الصحي المفهوم ولغة التواصل، أولويات الإعلام الصحي المغربي، خصوصيات الإعلام الصحي. ومن بين توصيات المؤتمر ضرورة تطوير الإعلام المكتوب لمعالجة قضايا الصحة، خلق فضاءات للتواصل والتعاون بين المجتمع المدني الصحي ورجال الإعلام لنشر المعلومة الطبية الصحيحة، تعزيز تكوين مهني الصحة للكتابة باللغة العربية في المجال الصحي، ضرورة التزام الصحفيين بتمحيص المعلومة الصحية قبل نشرها، اقتراح إنشاء قناة إعلامية صحية.
أما المؤتمر الوطني الرابع والأخير فقد نظم بمدينة وجدة يومي 19 نوفمبر 2018 كلية الطب والصيدلة وبتنسيق معها في موضوع القصور الكلوي، وكان من محاوره اللغة العربية والتواصل الصحي في المجتمع، التكوين الطبي بالمغرب بين الواقع والآفاق، الطب في عصر الحضارة الإسلامية والعربية، أمراض الكلى عند الأطفال، أمراض الكلى عند البالغين، وشمل مجموعة من الورشات منها ترجمة مقال طبي من اللغة الفرنسية للعربية، طرق الوقاية وتشخيص وعلاج المرض الكلوي، طرق علاج الفشل الكلوي المزمن والتشوهات الخلقية للمسالك البولية. كما نظمت الجمعية في ظل جائحة كورونا مؤتمرات افتراضية، كما سبق أن ذكر مؤتمر الافتراضي الأول كوفيد 19 مستجدات وتساؤلات يوم 4 أبريل 2020 من الرباط، والمؤتمر الافتراضي الثاني صحتك في رمضان والحجر الصحي يوم 6 مايو 2020 مباشرة من كلية الطب. وكما كان مقررا كان هناك مؤتمر كما سبق أن ذكر زميل أبو الحسن في السنة الماضية في مراكش أجل إلى وقت لاحق. أكتفي بهذا القدر وأشكر اهتمامكم واستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.